وأظن أن من الأنسب أن يكون الحديث في هذا اللقاء وفي هذه العجالة حديثا استشرافيا، وحديثا عن قيمة هذه المؤسسة، أي الدراسات الإسلامية ليست مجرد شعبة من الشعب، إنما هي مشروع وتيار وعمل حضاري كبير. ربما تضاف شعبة من الشعب إلى كلية من الكليات، فيكون أثرها جيدا طبعا ومحدودا، ولكن هذه الشعبة جاءت في زمن معين، جاءت في زمن ظن فيه الظانون أن دورة الثقافة الإسلامية هي آيلة إلى زوال، وأن هنالك مشروعا في تغييب المعرفة الشرعية، مشروعا قديما بدأه الاستعمار القديم، بدأه ليوتي وألفريد بيل وغاستون لوت ومن معهما من الذين رهنوا حياتهم أو قصروا حياتهم وجعلوا الوكد من حياتهم هو إيقاف وجود المعرفة الشرعية. عرفنا ذلك من خلال تعطيلهم لأعمال المجلس التحسيني الذي اشتغل فيه العلماء على تطوير برامج الدراسة بالقروي. عرفنا ذلك من خلال كثير من العراقيل، وعرفنا ذلك من خلال كثير من المؤسسات التي وكل إليها أن تناهض الهوية الإسلامية. ولذلك كان الجو في حقيقة كان فارغا وكان مواتيا بالنسبة لأولئك، حتى ظن الناس ما ظنوا. وحينما شاء الله تعالى فضلا منه أن توجد هذه الدراسات الإسلامية، استشعر بعض من استشعر أنها هي إضافة جديدة، أو رأى بعضهم أنها تضايق تيارا معينا، ولكن هذه الشعب جاءت رغم الداء والأعداء كما يقال، وأخذت مكانها. وجميع أو معظم هؤلاء الذين يتحدثون الآن في الدراسات الإسلامية من الأساتذة، إنما لهم صلة بهذه المؤسسة، بهذه الدراسات الإسلامية، لأنها كانت الملاذ الذي يمكن أن يرجع إليه من أجل أخذ المعرفة الشرعية من جهة، مقرونة بمعارف أخرى حديثة كعلم النفس والفلسفة والأدب وما إلى ذلك. فلذلك استقطبت هذا التيار، واستقطب العدد الكبير من الذين يهتمون بالمعرفة الشرعية، والذين أرادوا أن يجدوا لأنفسهم ملاذا فوجدوا في هذه الدراسات، وعمت المغرب كله. وأكثر من يتحدث الآن ومعظم من يتحدث لهم صلة بهذه المؤسسة، بشعب الدراسات الإسلامية عبر المغرب كله. طبعا وهناك زخم كبير من الدراسات ومن الأطاريح ومن البحوث الحية التي تتحرك الحقيقة، وما تعمر وما ملئت به المكتبات. إذن هذه لا يجهل فضلها، هذه الشعب لا يجهل فضلها، ولا يمكن إلا أن تكون شيئا كبيرا أضيف إلى الحياة المعرفية العلمية في المغرب. طبعا وجود شعب الدراسات الإسلامية هو رجوع للأصل، لأن الأصل أن المغرب له عنوان في التاريخ، هو عنوان العلم والمعرفة، عنوانه جامعة القرويين، عنوانه هذا الهدد الهائل من العلماء الذين مروا في جميع التخصصات. ولذلك حينما يتحدث عن المغربي في تدينه يقال النموذج التديني المغربي، وبعض يتساءل هل يوجد نموذج أم لا، وهو موجود، وموجود في كونه مالكيا، كون المغربي في مذهبه مالكيا، كون المغرب المالكي له اختيارات داخل المذهب المالكي، بل وله مخالفات للمذهب المالكي في المشرقي، وله كذلك اختيارات في قضايا متعددة، في قضايا النحو، في قضايا، هناك مدرسة مغربية في كل شيء. ولذلك كان ضروري أن يبقى هذا الحضور العلمي مستمرا، وإلا فالمغرب لن يكون جغرافيا فارغة. المغرب هو هذه المعرفة، هو هذا العلم، طبعا مع ما يضاف إليها من المعارف الحديثة التي أيضا لا تتنكر للهوية، إنما تدعمها وتساندها وتستمر على سننها.
هذا الذي مر والحمد لله كان شيئا مهما جدا، لا نريد أن أقول بأنه كان جميلا في كل الحالات، وكان هناك بالتأكيد تقصير، كان بالإمكان أن يكون الأمر أفضل وأحسن، ولكن على كل حال هذه اللحظات التي نلتقي فيها ونسمع هذا لا بد أن نتحدث عن المستقبل لا عن الماضي. وأنا أقول إذا كان حضور شعب الدراسة الإسلامية قديما، أي إبان نشأتها، كان مهما وكان مفيدا وكان قد أحدث التوازن في المغرب، فإنه بالنسبة للحظة أصبح مصيريا وأصبح أمرا حيويا، سواء كان الناس يؤمنون بالدراسة الإسلامية أو لا يؤمنون. الدراسات الإسلامية والمعرفة الإسلامية هي الترس الذي يحتمي به المغرب الآن، ليس للناس الآن ملاذ ولا شيء يحتمون به إلا هذه المعرفة الشرعية التي تحميهم من التطرف، من الغلو، من الاحتراب، من كل. نحن لسنا متروكين لأنفسنا، نحن في نظر الآخر جزء من مشروعهم، نحن الآن جزء من مشاريع الآخرين، نحن مستهدفون في اختياراتنا الدينية، في اختياراتنا العقدية، في كل شيء. ولذلك حينما يوجد الفقيه أو العالم المغربي الذي يستجمع خصائص المعرفة الشرعية يكون هو الحماية الحقيقية. حينما مرت بالناس ما مرت من أزمات، لم يكن خريج هذه المعاهد الشرعية ولا خريج الدراسات الإسلامية منخرطين في أي حالة من حالات التطرف أو الغلو، كانوا دائما يقفون في الموقف في الوسط. فلذلك نحن نقول نحن الآن في نعيش حالة من هذا الذي ترون الآن. أنا حينما أرى الآن الخلاف في العالم الإسلامي لا أراه سياسيا أبدا، أقول إن السياسي أو الجانب السياسي هو أهون ما فيه وهو أبرز ما فيه، ولكن تحت السياسي هناك عقائد تتحرك وهناك فكر يتحرك. هذا الفكر الذي ينجلي يوما ما عن صيغة أو تمثلات سياسية لا تعبر تمثلات عن حقيقة الأمر، بل الواقع أننا نحن الآن نختلف أو نرى أن هنالك من يحاول أن يقتحم، ولكن بناء على قاعدة فكرية وقاعدة معرفية وعقدية خطيرة. من الذي يعرف ماذا يقع الآن عقديا؟ من الذي يستطيع أن يفهم الآراء والعقائد ويستطيع أن يقوم هذا؟ نحن الآن لا نقول هناك خريطة عامة أو خريطة لمليار وسبعمائة مليون مسلم، لا، هناك اختلافات، هناك فرق، هناك طوائف، هناك أطماع، هناك وما هناك. فنحن الآن بالنسبة للمغرب يجب أن نقول إننا الآن إن المعرفة الإسلامية أصبحت ضرورية. ثم إننا حينما نجد أنفسنا يوميا نفاجأ بأنواع من الخلاف وأنواع حتى بعض المرات من المشاريع إما الثقافية، نجد أننا لما كنا على صلة بالمعرفة الشرعية كنا في غنى عن كل هذا. مثلا حينما يتحدث شخص الآن عن طريقة تحليل النص وقراءة النص وتطوير النص وما إلى ذلك، هذا جميل جدا من حيث العنوان، ولكننا يجب أن نستحضر أبدا أن عندنا علما درس النص وكيف يعالج النص، معالجة علمية وعلم أصول الفقه. فحينما يعرف علم أصول الفقه يعرفه شبابنا، لا يمكن أن يقول في نقول الآن في نص يقول فيه الناس إنه محكم إنه محتاج إلى تأويل، المحكم أو المفسر لا يحتاج إلى التأويل الذي كنا تركنا المنهج. فنحن الآن محتاجون إلى التشبث بهذه المعارف لنحمي بها وجودنا. نحن أيضا نعرف ما يمكن أن نعتقده في الصحابة الكرام بناء على عقيدتنا الإسلامية الوسطية التي نعرف أن الصحابة ليسوا معصومين ولكنهم معدلون والله شهد لهم بالخيرة. فلذلك ما يأتينا من حديث من هنا وهناك يريد أن يمر إلينا عبر الصحابة فهو منهج معروف وأصحابه معروفون وتاريخهم وتاريخ حط على الصحابة واتهام لهم وتاريخ لا يمكن أن ينشئ إلا الخصومة والخلاف، لأن أي مذهب يقوم على الخصومة وعلى التحريض على الأشخاص لا يصلح أن يكون مذهبا للحاضر ولا للمستقبل. لذلك أقول للذين لا يعرفون هذه الثقافة، إن الذين يستهينون بما تعطيه شعب الدراسات الإسلامية ومعها الآن التعليم العتيق كذلك، إنهم حينما يستهينون إنهم يعرضون أنفسهم ويعرضون الأمة لأن تكون في العراء،
لأنها لا تستطيع أن تواجه، أن تفهم فضلا عن تواجه هذه التيارات. إذن أقول الآن أصبح الأمر ملحا أن نرتبط بالمعرفة، نرتبط بالمعرفة الشرعية خصوصا بعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه جنبنا الكثير الكثير من المزالق، وذلك كان بعض الناس يتساءل، بعض الأشخاص من خارج الدائرة الإسلامية يقول لماذا لا تنحرف هذه الأمة رغم أن هنالك مشاريع يوميا تقذف في وسائل التواصل، يقولون لأن هذا الأمة لا يمكن استزلالها بهذه السهولة ما دامت لها أصول في الاستنباط والاجتهاد. لو ذهبنا في الاستنباط كما نرى هذا الاستنباط والاجتهاد الذي ينتهي إلى تحريم إلى إباحة ما هو محرم وإلى الانتقاض على مسلمات الدين، كل ذلك لا يمكن أن نصل إليه إذا كنا متشبثين بالاجتهاد بمفهومه العلمي وأصول الفقه كذلك. فلذلك أقول إننا محتاجون إلى أن نتثبت الآن من علوم العقيدة يقينا، ونغلق أبوابا مما نؤتى من قبله، ونتعلم علوم العقيدة وعلوم أصول الفقه، ونتعلم كذلك اللغة العربية. ونحن الآن نتحدث عن اللغة، لا يجوز لهذه الشعب أن تخذل اللغة العربية وأن تتركها وحدها تصارع. اللغة العربية لا تعارض لأنها لغة عربية. اللغة العربية هي وعاء الفكر الإسلامي، وعاء تفسير القرآن، وعاء الحديث، فضربها وضربه لكل هذه الأشياء. ولذلك ليس قضية مزاج أو قضية اختيارات. ثم مع ذلك نحن كما ندافع عن اللغة العربية وندعو إلى بقائها، ندعو كذلك إلى الارتباط بكل اللغات. وما الذي يمنعنا أن تكون لنا صلة بالأمازيغية التي تعيش معنا، أن تكون صلة بالإنجليزية وهي وسيلة الناس إلى المعرفة وإلى المرور إلى عوالم أخرى، ونحن جسور للثقافة. نحن لا يجوز أن نكون محصورين وعاكفين على أنفسنا، فنحن نعرف لغتنا ونقرأ بها ديننا ونقرأ بها نصوصنا، ولكن في الوقت ذاته نكون قادرين على أن نبلغ هذه المعارف إلى الأغيار. الناس ينتظرون منا، وإن كلمة تصدر من عالم مسلم وفاهم في لحظة من اللحظات التي يصدر إلى الناس دين هو قتل أو تخريب، لا شك أن الدين حينما يصدر من ألسنة العلماء العارفين لا شك أنه سوف يحدث اطمئنانا وينشر السلام وينشر الأمن. إذن أقول أخيرا إن شعب الدراسات الإسلامية كانت بركة في لحظته التي جاءت فيها، كانت تجديدا في وقته إذا كنا نسأل عن التجديد، لأن الأجواء كانت كلها مكفهرة، فجاءت الشعب فأحدثت هذا التيار الكبير المبارك. ثم هي الآن في المحطة هذه تحتاج إلى هذا الذي ذكرت لكم، إلى أن نتمسك بالمعرفة الشرعية، نتثبت منها، أن نحافظ عليها، نحافظ على اللغة العربية وندافع عنها كما دفع عنها، وندافع كذلك على اطلاع المسلمين على اللغات الأخرى واللغات الموجودة كذلك، التي كل ذلك ليس لنا معه أي خلاف، والذين كتبوا في القرآن صاحب المهذب كتب في اللغات التي وجد في القرآن، في لغات العربي القرآن نفسه احتضن لغات كثيرة وتبناها وصبحت جزءا من بنائه جزء مكين، ليس عند القرآن من هذا الباب أي إشكال. ولكن نحن يجب أن نقول كلمة أخيرة، يجب أن لا نخدع بهذا المنهج التفريغي أيضا الذي نفرح به بشهادات لا قيمة لها. يجب أن تصبح شعب دراسات شعب للدراسات لا للشهادات. نحن لا يمكن أن نشتغل فقط بتكوين أناس يحملون شهادات لا معنى لها. يجب أن نهتم بالقضايا الأساس، بالموضوعات التي نحن محتاجون إليها، بنهتم بها اهتماما علميا بكل اطمئنان بكل هدوء بكل رصانة، ونخرج للناس علما. أما كثرة هذه الشهادات التي بعض مرات هي إنما هي مجاملات، فهذه مجاملات في العلمي، وهي لا تصح. لو صحت في مكان آخر لما صحت. لابد من العودة إلى الفقه حقيقة، لا إلى أوائل كتب الفقه، لابد من عودة صحيحة إلى متون الأصول، إلى متون اللغة، إلى متون العقيدة، لنقرأ قراءة. أما أن نبقى هكذا نستشبث بعناوين معينة ولا ندري حقيقة تلك العلوم، فهذا أمر مضر بوجود هذه الشعب. يجب أن يغير هذا في الأطاريح، في المناقشات يجب أن تخلو هذه الشعب وغيرها من المجاملات. يجب، وشبابنا قادر على أن ينتج الشيء الكثير، قادر على أن يبتكر، قادر أن يتعلم، ويجب أن يؤخذ بالحزم في باب العلم، لأن الناس ينتظرون هذه الشعب
وهي ليست لنفسها تشتغل، هي تشتغل الأمة، فيجب أن تكون في مستوى تطلعات الناس إليها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.